منزل أرنولد شوارزنجر. تبلغ تكلفة قصر شوارزنجر الفاخر حوالي 24 مليون دولار، وقد بني على مساحة تبلغ 14 ألف قدم، ويعتبر واحدا من أفخم قصور مشاهير هوليوود في العالم، ويتكون من غرف نوم مترفة وبركة سباحة وصالة جيمنزيوم عملاقة مجهزة وحديقة غناء. منزل ويل سميث المتنقل الفاخر. يمتلك النجم ويل سميث شاحنة ضخمة حولها إلى أفخم منزل متنقل يمكن أن تراه، وهذه الشاحنة ترينا فخامة بيته المتحرك الذي يتمثل فيه حب النجم الأسمر للسيارات وللمنازل معا، وتبلغ قيمة المنزل 2.5 مليون دولار. رجل الأعمال والمرشح الرئاسي الأمريكي يعد من أغنى أغنياء العالم، ومنزل ترامب يقع في الطابق 66 من برج ترامب في مانهاتن، ويتكون المنزل من 3 طوابق ويغطي الرخام كامل حوائطه، بينما تيجان الأعمدة والأطباق والمزهريات والإضاءات كلها مصنوعة من الذهب الخالص، وكذلك بعض الأبواب. ويحتوي المنزل على تحف تاريخية التي تعبر عن مختلف العصور، واللوحات العالمية لأشهر رسامي العالم، وكذلك مكتبة تضم مجموعة من الكتب النادرة التي تمثل ثروة حقيقية. منزل جيري سانفليد. تكلف بناء قصر نجم العروض الكوميدي الأمريكي جيري سانفليد 26 مليون دولار، ورغم بناء المنزل على الطراز العتيق إلا أنه من الداخل يمتلئ بكافة سبل الراحة والرفاهية. منزل شاروخان. يعد شاروخان من أغنى وأشهر نجوم السينما الهندية، وهو ما جعله يمتلك قصرا بمواصفات ملكية مكون من 6 طوابق. تم التحكم بالمنزل عن بعد، فبإمكانك إغلاق الأبواب والنوافذ وأجهزة التكييف حتى من خارج المنزل. منزل ديفيد بيكهام. تقدر قيمة قصر لاعب الكرة الإنجليزي الشهير ب40 مليون دولار، وتبلغ مساحته 9000 قدم، ويتكون من 4 طوابق، ويتميز بأنه به غرف سرية بأبواب خفية لا يمكن الوصول إليها ولا يعرفها إلا أصحاب المنزل، بالإضافة إلى نظام أنفاق سرية يمكن بيكهام وعائلته من الخروج والدخول إلى المنزل بسهولة دون أن يرصدهما أحد. منزل أوبرا وينفري. تبلغ تكلفة قصر النجمة المذيعة الأشهر في العالم 85 مليون دولار، والمنزل يتألف من 6 غرف نوم و10 مدافئ و14 حمام وبحيرة لمجموعة من الأسماك النادرة المهددة بالانقراض، ودار سينما لعرض أحدث الأفلام السينمائية. آرون سبيلينج. تبلغ قيمة منزل المخرج والمنتج السينمائي آرون سبيلينج 150 مليون دولار. يتميز القصر بأنه يحتوي على 4 جراجات وعدد كبير من غرف النوم وملعب كبير للتنس وصالة للتزلج على الجليد وملعب بولينج وصالة جيم وعدد من حمامات السباحة. منزل بيل جيتس. عندما يبني أغنى رجل في العالم منزله على مساحة 6100 متر فقط، فهو بالتأكيد رجل متواضع. ويقع المنزل الفاخر على بحيرة مياه عذبة في مدينة واشنطن، ويتميز بالتكنولوجيا التي يشتمل عليها، حيث يحتوي المنزل على مستشعرات عالية التقنية لتساعد الضيوف على التحكم في الضوء والطقس، ويحتوي على 24 حماما و6 مطابخ كبيرة لكثرة الحفلات التي يقيمها، وتقدر قيمة المنزل ب147 مليون دولار ونصف. منزل موكش أمباني. يعد منزل الملياردير الهندي موكش أمباني وأسرته أغلى منزل في العالم، وتقدر قيمته بنحو 1 مليار دولار، ومن المرجح أن يبقى المنزل محققا للرقم القياسي كأغلى منزل في العالم لسنوات طويلة. ومالكه موكش أمباني تقدر ثروته بنحو 22 مليار و3 ملايين دولار، وهو أغنى رجل في الهند. مساحته 37 ألف متر مربع، ومعظمه مصنوع من الزجاج، وهو 27 طابق، ويحتوي على صالة رياضية وصالة خاصة لليوغا وحمام سباحة، وبه جراج للسيارات
يستوعب 168 سيارة، وبه 3 مهابط للطائرات الهليكوبتر ومعبد هندسي.